السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أم زياد. اليوم جيتكم بواحد الاختراع جديد، غنصايب معكم واحد الطاجين اللي كيجي رائع بالكفتة واللوبيا. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطاجين هذا كيفاش كيجي. هانتوما اليوم غنصايب معكم واحد الطاجين بالكفته. عندي هنايا الكفته، عندي هنايا مطيشه اللي غندير في الطاجين والربيع والثومه. هنا عندي واحد القرعه محكوكه وخيزوه وبصله، شويه ربيع شويه ثومه. هنا عندي العطريه، عندي الخرقوم، عندي الابزار، عندي شويه الهريسه مطحونه، عندي التحميره وعندي الملحه. هنا عندي اللوبيا غنسلقها، نسلقها نتوما، انا مغطيها باش ما تكحلش. دير معاها بصوص ديال الثومه وزيت الزيتون شويه المليحه، غنسلقها نسلقها. وهنا عندي الطاجين اللي غندير فيه هاد اللوبيا هادي بالكفته. هانتوما معايا تتشوفوا كل شيء. الطبق هذا من الاختراع ديالي، ندير لكم الكفته باللوبيا خضراء. ابقوا معايا تتشوفوا كل شيء. هانتوما هنا غنطفي على اللوبيا وغنصفيها، نحيدها من فوق البوطه وغنشعل هنا على الطاجين. ندير فيه هذيك مطيشه والربيع والثومه يتقلاو. غنزيد عليه زيت الزيتون، انتما مع كنصور بيد وكنخدم بيد. ندير شويه المليحه، نخلي هاد المطيشه تقلى مزيان ونصف هذيك اللوبيا. وغنرجع معكم باش تشوفوا. انا غندير العطريه في الكفته. عندي هنايا هاد العطريه، هادي نفس العطريه اللي غندير في الكفته غنديرها في الطاجين. نفس العطريه اللي درت في الطاجين غنديرها مع الكفته. تقلى مزيان مع العطريه هذه، ونرجع باش ندير العطريه في الكفته وغتشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه. هانتوما انا غندوز معكم باش نصايب معكم الكفته. نخلط مع هاد العطريه هذه، هنا ضفت شويه ديال الكمون اللي ما قلتش لكم. نضيف هذيك، هنا عندي واحد الخيط الصويا اللي قلت لكم محكوكه وقرعه والربيع وبصله محكوكه والثومه، نضيفهم على ديك على الكفته اللي عندي. نضيف شويه زيت الزيتون، وغنضيف شويه المليحه، مليحه حسب الذوق حتى ديروا نتوما غتذوقوا. الا لقيتوها مسوسه راه غتزيدوا الملحه. وهنايا صفيت هذيك اللوبيا، ها هي ملي غيتقلى الطاجين مزيان غنضيف عليها هذيك اللوبيا. راح تسلقتها نص سلقه باش ما تاخذش ليا الوقت في الطياب. وتشوفوا هاد الطاجين راه كيجي رائع رائع باللوبيا والكفته، لوبيا خضراء واختراع من اختراعاتي. نتمنى من الله يعجبكم وتجربوه وردوا عليا قول لي كيفاش جاكم.
ان شاء الله يتقلى هاد الطاجين هذا. هانتوما غتشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه كامله. هانتوما غنشوفوا مطيشه ملي تقلات. يا سلام ريحتها طالعه كتشهي. هانتوما زدت عليها واحد جوج ديال الحارات. هنا غنضيفوا هذيك اللوبيا ديالنا. نخلوها تنسج مع ديك مطيشه والعطريه بما كورت هذيك الكفته كويرات. وتشوفوها معايا حتى ينضيف على اللوبيا وان شاء الله نوريكم النهائي ديال الطاجين ديالنا اللي كيجي خطير وكيجي لذيذ. والخضره اللي كندخلوا على الكفته بحال مثلا الوليدات ما تياكلوش الكورجيت، ما تياكلوش خيزو، ما تياكلوش البصله، تندخلوها هكا محكوكه ما كتبانش في الكفته. تقدروا تضيفوا بيضه حتى هي وديروا شويه زيت باش يتجمع لكم هذيك الكفته، تكور لكم ديك الخضره اللي محكوكه معاها. ايوا نتمنى تعجبكم هذه الطريقه هذه، وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبعات ديالكم. وما تنساونيش بلايك وبارطاج مع اصدقاء ديالكم والعائله. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وشكرا لكم كاملين كاملين على البصمات ديالكم على التتبعات ديالكم. الله يحفظكم. هانتوما معايا دابا رجعت معاكم اللي كورت هكا دوك الكويرات ديال الكفته. انا غنديرهم فوق من الطاجين. وهذا الطاجين ديالي ها هو بدا كي كنستفها بحال هكا. دابا هانتوما راه كتوخا ديروها هكا على بعضياتها فوق الطبسيل، لا بالطبسيل ما كتلصق ما والو، مع فيها الزيت كتوصل ما كتلصقش مع بعضياتها. كنهزوها وكنستفوها بحال هكا في الطاجين. غير سمحوا ليا عرفتوش كيتصور هادشي مزيان ولا ما كيبانش مزيان. نبقى على هاد الطريقة هادي بحال هكا غادا كنستف. راه كيف قلت لكم راه مكتلصقش، طيب بحال هكا مبعدة على بعضياتها. الطريقة هذه نتمنى الله تعجبكم الفكرة ديال الكفتة باللوبيا خضراء. كنبغيو نوعو شوية، كنديرو الكفتة بالجلبانة مرة بمطيشة مره بالبصله. دابا درناها باللوبيا خضراء وكتجيب بزاف ديال هكا الخضر، تستعمليها مع بزاف الخضار حتى كتجي لذيذه في الطاجين. هو هذا هو الطاجين ديالنا ديال الكفته اللي درناها كلها. غنغطيوه ونخليوه يطيب وان شاء الله نرجع معكم. هانتوما انا غنوريكم الطاجين راه ناقص عليه بزاف. هانتوما اللي كنت كاتبه لكم البوطه منقوصه بزاف لواحد الدرجه
قليله بزاف بزاف باش هذيك الخضره تطلق لنا ديالها. وطيب فيه الكفته والمطيشه واللوبيا، هانتوما ما زدتهاش القطره ديال الماء، ما ناقصه فيه بزاف. هنا درت على الكفته من الفوق شويه ديال اللوبيا وشويه ديال المطيشه بزينتها، ثم راه كتجي رائعه. هاد الطاجين هذا راه تقدروا اللي عزيز عليكم تعرضوا عليه ياكل معكم. هاد الطاجين هذا ديال اللوبيا بالكفته اللي كيجي خطير وكيجي رائع وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. ما تصورش واحد اللذه كتطلق فيه ديك الخضره اللي محكوكه، تيجي رائع. انا غنشد داك الروه ديالو غنسقيه من الفوق، نسقي ديك الكفته من الفوق باش يتغير اللون ديالها شويه، ندخل ليها حتى ديك اللذه ديال اللوبيا ومطيشه. ونتمنى من الله يعجبكم هاد الطاجين هذا. واخيرا غتشوفوا معايا الطاجين ديال الكفته، وهنا قدمته مع واحد العصير اللي تيجي لذيذ ديال الخيزو والليمون والقرفه. زينتو بعويدات ديال القرفه من الفوق، كيجي رائع كيجي لذيذ لذيذ بزاف. هنا عندنا الخبيز ديال الدار، ها هو ديال القمح. واخيرا عندنا الطاجين بالكفته واللوبيا اللي تيجي يا سلام. هو هذا الطاجين ديالي، نتمنى الله يعجبكم. وما تنسونيش باللايكات لايكات لايكات لايكات، وشكرا لكم بزاف بزاف. نتمنى الله يعجبكم يا ربي. صراحة راه كيجي رائع، راه غيعجبكم غير جربوه، كيجي رائع رائع بزاف. وبالصحة والراحة.